بسم الله. في موقع اسمه كونفرت بي دي اف تو اوتوكاد، ده بيحول اي بي دي اف ل دي دبليو جي بحيث ان انت تقدر تدخل وتعدل عليه. طبعا ما بيبقاش زي الملف الاصلي، لان الملف الاصلي بيبقى مظبط الاهرات وكتابات وكل حاجه، هنا بيحاول يحول. تمام، يعني هو حتى لو انت كاتب اي جمله او اي تكست بيحاول يحولها لاوتوكاد، بس في بعض الاوقات بيبقى الفونت مش متعرف عليه، فممكن مش 100% يعني. تمام، هو بيديني ان انا احمل البرنامج دوت ايبل تو اكستراكت بروفيشنال. البرنامج ده تحفه، اشتغلت عليه كتير، بيحول بي دي اف لاوتوكاد، وبيحول البي دي اف اللي هو وورد هيرجعه الوورد، اللي هو اكسل اللي بيرجعه اكسل، فبرنامج ممتاز الصراحه. الحاجه الثانيه كونفرت بي دي اف تو اوتوكاد فري اونلاين. كل اللي انت بتعمله ان انت بتختار الملف اللي انت عايز تحوله، وليكن مثلا الملف دوت، وبتكتب الايميل بتاعك. تمام، وبتقول له سنت. بيعمل ايه؟ بيروح رافع الملف ويحوله، وبعد كده يبعته لك. تمام، ان شاء الله يعني في خلال 5 دقايق هتلاقيه وصل الايميل بتاعك، ملف اوتوكاد تقدر تحمله وتبدا تعدل عليه وتشتغل عليه.